بيان سكان مدينة سبها بشأن الأحداث الجارية في الآونة الأخيرة. نحن سكان مدينة سبها ندين ونستنكر ما حدث في الآونة الأخيرة، تحديدا يوم الاثنين الموافق 30/8/2021 من قفل مطار الجوي وتعطيل المجال الجوي لمطار سبا الدولي، بمنع طائرة رئيس المجلس الرئاسي من الهبوط لمطار سبا، حيث أن رئيس المجلس الرئاسي كان ينوي زيارة الجنوب الليبي والوقوف على الاحتياجات الحقيقية التي يحتاجها الجنوب وما سبقها من التعدي على الحرمات في مدينة سبا، ورفع مستوى الجريمة وفرض الأدوات في منافذ المدينة على الشاحنات التي تضل الأغذية والمواد الطبية لمدن الجنوب. عليه نطالب نحن سكان الجنوب وسكان مدينة سبا تحديدا، كل من القائد الأعلى المتمثل في المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته وزير الدفاع وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بسحب كافة القوات غير الشرعية التابعة للمنطقة الشرقية التي تحاول أن تسيطر على مدن الجنوب بفرض أجندة سياسية تخدم بعض الأشخاص ولا تخدم الوطن، وزادت من معاناة أهل الجنوب وتسليم كافة المنافذ الجوية والبرية بمدينة سبا إلى مديرية أمن سبا والشرطة العسكرية التابعة للمنطقة سبا العسكرية، وتمثيل ضباط من المنطقة الجنوبية في لجنة 5+5 متمثلين عن الجنوب تحت سلطة القائد الأعلى للجيش الليبي، كما نأمل تنفيذ كافة المطالب المشروعة لكي لا نضطر إلى الدخول في مواجهات مسلحة مما سيترتب عليه اضرار تنعكس على المدينة وعلى أمن المواطن. ونعلن نحن سكان مدينة سبا بأن إن لم تتحقق مطالبنا بالسلم سوف نضطر إلى المواجهة المسلحة مع القوات المحتلة التي جاءت إلى جنوب الليبي.